البارح مع نص النهار ونص في بارك النادي الافريقي صارت مباريات الادوار نتاع الاداني والاصغر، نحكيو على صغيرات. بعد ما وفات المقابلات طفل صغير عمره 13 سنه واللي هو حارس اصغر النادي الافريقي تعرض للاعتداء اللفظي والمادي من عون امن. الطفل هذايا تعرض لاصابه على مستوى فمه ويده وساقه. الاعتداء هذا كان ينجم يصير عادي، خليني نقول من مواطن ولا من صغار في بعضهم ولا اي حد من الشارع، لكن انه يكون من عند عون امن اللي مهمته في الوقت هذاك بالعكس تامين المكان والناس اللي حاضره، فهذا امر غير مقبول. العنف خلينا نتفقوا من الاول مرفوض دائما مهما كانت الاسباب على كل الناس. خلي طفل عمره 13 سنه، باش ناخذ كل التفاصيل معانا الوالده نتاعو زميلتنا سهام المحمدي. صباح خير ونهارك زين. صباح خير عفيف، ونصبحوا على الناس اللي يسمعوا ديوانا فهم الكل. اللي قلته انا نحب نقول ما نجمش نقول اكثر من اللي قلته انت. طمني على وليدك ساعه شنو احواله وان شاء الله يكون بخير. مقهور عنده قهره على خاطر يسال فيا في السؤال انا شنية عملت باش ناكل تريحه ويصير فيا هذاك الكل، خاطر هي ما وقفتش عند تريحه اللي بعديك خدنا احنا مشينا شكينا وقعدنا نهار كامل في المركز ومن بعد خلينا نمشيو واحده واحده باش العباد يفهمونا. هيك نبداو كيفاش صارت الحكايه الحادثه كيفاش صارت. ولدي كمل الماتش نتاعو، لعبوا البارح ضد بنزرت رابحين 4-2، ونقول لك رابحين 4-2 خاطر معناها لا فما تشنج لا فما حتى شيء، الامور واضحه الدنيا رايده. طلبني في التليفون باش نمشي نروح بيه، الحكايه صارت لطوني انا باش نمشي نروح بيه. قعد لداخل خاطر النادي الافريقي ما يخليهمش يخرجوا لبرا ولا يلبيو ما يخليهمش، لا هي معناها عندهم رو احاطه بالصغار حاجه كيما اللي ترينا في اي بارك ما يخرجش لبرا يشر دونك قعد لداخل باش ويشوف في مباراه نتاع البنات نتاع النادي الافريقي في الهون. لطون هذاك جاي هو البوليس بدا يسيح ويعيط واخرج، هو سيفيل ماهوش بالزي معناها نتاع الشرطه، يسيح ويعيط يخرج في الناس الكل. خرجوا العبيد قعد يحيى خاطر ساكو، ما هو خاطر كان يترينا غاديكا كان يلعب، دونك هو اللي توني يطبس باش يهز ساكو وتلفت له هو انت اش تعمل تو غادي بالكلام الزايد الى اخر الى اخر. قال له يحيى انا هاني خارج. قال له تتقبح، ومن غاديكا بدات الحكايه. تتقبح جاي دزو هذايا راهو نحكي لك اللي جاي الشاهد، خاطر جاي الشاهد وحده مش انا جبته. قعد يطلب وطلب النادي الافريقي اللي هو من الرابطه نتاع كره القدم جاي يعمل كنترول على اللي زغبيت خلي غاديك. بالصدفه حضر وجا وحده راجل كبير يعرف ربي، قال شاده من الدين، قال انا ليله ما نجمش نرقد كان ما نشدش على الغل اللي شفت ضرب به الطفل هذاك وعلى التمرميد اللي تعرض له والكلام اللي سمعه الطفل هذاك. جاي شد معناها وحده دونك التعنيف صار داخل الملعب داخل البارك. البارك وولدي بالزي نتاع النادي الافريقي معناها اعتداء على ولدي وعلى النادي الافريقي. بركوا في القاعه خنقوا لي هو ما عادش يتنفس وجهه حمار، بركوا في القاعه وبرك عليه وبالكلام الزايد وكل بعد ما ضربوا وعفيف مش شوفت غاديك الحكايه يقول انت كي اعطيته تريحه ولو انه ما فما حتى مبرر للعنف وانت على اعصابك نقول وانت طلبني ولدي وانا هذا كل في ثنيه عاود طلبني ولدي خرج وقف لي قدام الباب نتاع قدام الباب معناها بابك عاود شافه وعاود رجع له وبدا هنا الترهيب النفسي نجيك انا جايك ونهزك ونطلعك بالكهرباء بالكلام الزايد وهي تكون. قال له ولدي علاش باش تطلعني في الكهرباء؟ انا شنو اللي عملت؟ انا كليت تريحه وما عملت حتى شيء، انا شنو اللي عملت؟ قال له انت تتقبح ودرا شنو بدا يكركر فيه وهذا انا نسمع فيه بالتليفون خاطر ولدي وقتها طلبني نسمع نطلعك في الكهرباء والناس يقولوا له راه وليد صغير راه وليد صغير ما نفهمش وليد صغير نطلعك. طلعوا في الكهرباء وبركوا على ركيب وقالوا اطلب السماح. هنا ولدي الحق عفيف قالوا انا ما نطلبش سماح على حاجه ما عمل حتى شيء. ذنبه الوحيد ولدي انه كان في البارك يمارس الهوايه نتاعو انه يحب الكوره. قديش عمره يحيى؟ عمره 13 سنه ويقرا نزيان، يقرا نزيان سابق عمره على خاطر ولدي قرا معناها ولدي باهي. انت خلطت عليها وين لقيته؟ خلطت عليه مضروب
انا خلطت عليه هنا لقاه مضروب في البارك، نلقى وقتها المسؤولين نتاع، خاطر هي جات في غفله من المسؤولين نتاع النادي في لحظه انه لعبت الكره روحت معناها وكل. نلقى المسؤولين نتاع النادي دايرين بيه، فما زوج امن اخرين معناها نلقاهم عاملين له معناها يحكيو معاه، لا رانا مانيش الكل هكا راو وبيان سور النادي الافريقي معناها هذايا اللي كل حق حقه معناها من وقتها من قبل ما نخلطينا وقفوا معايا بعثوا لي مسؤول اللي هو قعد معايا في المركز وبعد كده في السبيطار يطلبوا فيا الكل من اعلى مسؤول حتى للعزيز الباب نشكرهم معاه يطلبوا فيا يحيى عطينا يحيى المهم يحيى المهم نفسيت يحيى بيان سور قدموا قضيه معايا نادي الافريقي واخيرا بعثوا لي متر التومي نتاع نادي الافريقي اللي هو باش يتابع معايا القضيه قدمت شكايه في ستيام وكيف كيف راهو غاديك الاعوان كحدهم ويحكيوا معايا يحيى ورانا مانيش كل هكا خاطر يحيى يزي قال لي ماما ماك تقول لي هاي نمشي وهاي نخرجوا من البيت هيا اليوم وقته باش نخرجوا ما يقولوا له ليره وما تخرجش من بلادك واقعد وهو كان يحلم انه يولي جارديان باهي وانه كيما يقول لي ماما بالك هنا في 2030 اللي يكون في ليكيب ناسيونال ان شاء الله يا ربي يكون في ليكيب ناسيونال ويكون في المونديال ويحقق كل احلامه في بلاده وواقعه وتتعدى ان شاء الله تتعدى والله عفيف والله من غير مبالغه البارح كان ينجم يكون عندنا عمر العبيدي واحد اخر والله عفيف والله الشاهد يقول لي غل اذا عاود رجع له غل ما نعرفش على وليدك ما نعرف الله غالب لطف عليه دونك انتم تقدمتوا بشكايه شنو الاجراءات توا اللي باش تاخوها بعد الشكايه انا توا في ان شاء توا انا وقفت بالكرهبة في 600 باش نهز الدوسي نتاعي من السبيطار باش نمشي خاطر عداوها للحرس باش يكون الفيصل بيناتنا خاطر الحكايه فيها عون امن وباش نمشي انا من بعد باش نتوجه لوزاره المراه باش نعمل اشعار بحاله العنف ونطلب متابعه نفسيه لولدي والنادي الافريقي كيف كيف معايا بالمحامي توا بركه كانوا يطلبوا فيا كيف كيف هما باش يواصلوا معايا نشوفوا الاجراءات ان شاء الله اللي باش نعملوها يفضلك ان شاء الله هذاك حد الباس وانا فرحانه لطف انا عليه. وصلت صوتي خاطر انتم زملائي وباهين ومعناها وقفتوا معايا حتى اي حد راهو معناها توصل صوت اي حد ينجم يتعرض للعنف كيما هكايا رانا احنا اوني لا بوغ سا معناها مش فقط على خاطر انت زميله وانا اول مره نحكي انا وياك وعمرنا لا التقينا ولكن مهما يكون نحن مع الحق نحن مع الحق ومع في اختو كي تبدا حكايه نتاع اولاد صغار خليه ما لازمش ليكسيبسيون على خاطر قلت لي وانه فما اعوان امن وقفوا معاه العوان الاخرين وقفوا معاه والكل اما خليه لي جان تحلم خليه لي جان تحب تونس هذا طفل ينجم يكون راهو الجارديان نتاع المستقبل وكل فارق نتاع ان شاء الله يا ربي نشوفوه متالق ان شاء الله نشوفوه متالق ربي يفضله لك وان شاء الله لاباس احنا باش ناخذوا زاده وزاره الداخليه باش نفهموا بالضبط شنو اللي صار من عندهم هما وشنو ما الاجراءات اللي باش يتخذوها. شكرا ليك سهام المحمدي.